السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تبدون بها آراءكم بشيء ما راح نعرضه أو اللي عندكم من مواضيع على أرقام الهواتف اللي ظهرت أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان يقدر يدز لنا رسالة على الرقم اللي بالأسفل اللي بصفة إشارة واتساب على البرنامج برنامج الواتساب حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بأول ملف من ملفاتنا واللي هو ملف الدولار وسعر الصرف أمام الدينار اللي وصل إلى أرقام قياسية مقارنة بالسابق، وهذا الشيء اللي يأثر على حياة الناس الفقير منهم قبل الميسور، العاطل عن العمل وكذلك أصحاب الأعمال الحرة واللي يشتغلون بالتجارة واللي أيضا يعني أكو قضية عدم تمكن حكومة الإطار أن توجد حل لهاي المشكلة رغم أنه هم تبنوا هالشيء. صحيفة لوفيغار الفرنسية أكدت أنه تأثير عمليات تهريب العملة صار جلي لمن صار الدولار أغلى على حساب الدينار العراقي. هذا الشيء اللي خلى العراقيين بموقف صعب جدا وخلاهم يحسون بعدم الثقة أكثر بحكومة السوداني اللي ينظر له على أنه هو همزة الوصل بين الميليشيات اللي لها علاقات وثيقة ويا إيران وبين الشعب على أساس. الأسواق العراقية دا تشهد حالة من الكساد والشلل شبه التام ورا ما تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 160 ألف دينار ووصل تقريبا 162 ألف دينار لكل 100 دولار. خلونا نشوف تأثير هالشيء على الحركة التجارية بمحافظة بابل وراها نرجع لكم. اليوم الدولار 161 والفقير قاعد يعاني، شو رصادكم اليوم؟ اي والله هي تعبانه ويرفع عليها. شوف حتى المحلات، الناس عارف المحلات. لا والله والله هذا المحل جار هذا المحل راح يصير له سنه. اغلب المحلات كل المحلات راح تنعاف ووضعيه تعبانه، وبعد ما نلحق وشغلنا بالدولار احنا هذا كله بالدولار. ايه هذا الدولار ليش؟ حاسب عليه الايراني؟ ايه هذا دولار. قله جيبوا الدولار. قله دولار. ايه حاسين ما هسه لو حاسبونه مثلا بالتومان ما يخالف، بالعراق ما هذا هسه حتى وضعيه تعبانه. يعني انا هسه سددت اليوم عود ها على 160. لا والله على 160. ايه يعني هسه لو اكو يعني بديل، يريد بديل ما زين. احنا بنستلم رئيس الوزراء، انا بالسعوديه استلم قالوا نزل الدولار 45 راح ينزل. ايه وصل لل 40 كلاوات بكلاوات. احنا غير نريد واحد يفيد الشعب يفيد هذا المواطن البسيط، هذا سوق تعبان ماكو حركه ماكو حركه. هذا الرجال يقول بعد شهر انا عيد محل، هذا الرجال يقول بعد شهر راح اطب الفرع على مود الجار. اي هذا ابو شاي فهسه ابسط يا ابو شاي، ابو شاي خام ياثر على الدولار. ايه بس الحركه مال المواطن يعني تاثر. ايه طبعا طبعا ماكشوف ملازم. ايه وراء ايجار وراء عائله وراء. لخصت لكم هذا التاجر الحركه ببابل بشكل عام من التشايتشي الى اصحاب المحلات الى هو بالذات. اللجنه الماليه النيابيه بالعراق تقول انه ماكو حلول قريبه لازمه انخفاض قيمه الدينار امام الدولار. ووصفت الحلول اللي تطرحها الحكومة بالترقيعية. أعضاء اللجنة يقولون أكو مافيات كبيرة هي اللي تتحكم بسعر الصرف وبيع الدولار، وتخيلوا أعضاء بالسلطة التشريعية اللي من المفروض تشرع القوانين هم يطالبون بوجود شفافية بعمليات بيع العملة. تقارير صحفية تقول أكو بالعراق 15 مصرف يتم تهريب العملة عن طريقها بأكثر من 100 مليون دولار بشكل أسبوعي، يعني شهرياً 400 مليون دولار الإيران والدول الثانية ما يحتاج نقول اسمها. مو لأنه هاي المصارف هي مصارف يعني دا تشتغل شغل عام، لا، لأنه هي واجهات عرض للحرس الثوري الإيراني بحسب أقوال الصحف اللي بينت أنه عمليات تهريب العملة الصعبة من العراق صارت تستنزف العملة الأجنبية. وبهالخصوص اشتكى صاحب محل لبيع السجاد لزوالي من توقف حركة البيع بالسوق بسبب تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار. خلونا نشوف قبل أن نقرأ التعليقات. والله الناشد يعني رئيس الوزراء سعود الورق أذانا شاهد الله، يعني خسرنا خسارة كبيرة كلش. يعني الناشد تفضل أستاذ علاء، شوف لا كسوق لا هاي كل شيء واقف، أنا مريد نشتغل على باب الله بالحسين تأذينا. العام اجتنا الأمانة فلشتنا وخسرتنا، السنة اشتغلنا يصعد علينا الورق. هاي
الفيديوهات الاثنين اللي تحكي عن سعر الصرف وقيمة الدينار أمام الدولار وشنو تأثيرها أنه الدينار ينخفض ووصل من 112 إلى 13 إلى 147 إلى 150 155 ووصلت إلى 160 واستدعيتها على 162 وهذا الشيء شلون راح يأثر على الناس. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق ويانا اليوم بالحلقة من منصة فيسبوك عقيل خالد يقول سبب حكومة الإطار تهرب دولار إلى دول جوار إيران سوريا ولبنان. وصفوان علي انهيار سريع وصعب السيطرة عليه والأسعار بالأسواق ترتفع بشكل جنوني ومخيف والعملة المزورة تجتاح العراق بغزارة الله يستر من القادم. قيس عبد الجبار شلون بعد لي وين يوصل أروح ما في بالأرض الراتب ضعيف وين يطي وجهه. وعزمي العبيد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ويدور أذية الناس الله يمهل ولا يهمل حتى ولو بعد حين. فكانت هاي التعليقات من قبل الناس حول هذا الموضوع وهو انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار. ويانا اتصال عبد الرزاق من بابل حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم شو استاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ أفل خلينا نكون واقعيين. نعم. منو يحكم البلد؟ إذا عرفت السبب يعني بطل عجب منو اللي يحكم البلد؟ اللي يحكم البلد يا استاذ أفل هم الخونة والعملاء والمرتزقة. يعني ذولا جاي كل همهم هو تدمير الدينار العراقي. نعم. ونوبل الطامة الكبرى بأنه هم ذولا هالحرامية هالمرتزقة هالسراق ذولا هم يكونون مسؤولين على المال العراقي. يا أخي أكو قاعدة اقتصادية أستاذ أفل يعني إذا البلد يستورد تكون العملة مالته قوية والبلد المصدر تكون العملة مالته منخفضة حتى على مود يبيع أكثر عدد. إحنا نشوف يعني العكس جاي ذول العملاء جاي يشتغلون العكس يعني هم يستوردون والعملة مالتهم منخفضة ويطون قوة مالية إما للبلد اللي يصدر. وأنت تعرف كل زين البلد اللي يصدر منه اليوم اللي مسيطر على السوق العراق هم الإيران. فهذا أنت من تشوف هذا لا تستغرب يعني هم دول عملاء يعني أنت شايف لك واحد وطني مخلص يحب بلده يقلل عملة بلده. يا أخي ما يصير هذا كل يعني ايش اقول لك يعني اكبر العملاء والخونة بالعالم ما يعادي بلده ما يعادي عملة البلد لانه هذا تدمير قوة المجتمع. يعني اليوم السوق اذا شوف السوق راكد ليش لانه يعني كل واحد ما يعرف باكر شو يصير. فاقول لك انا خليني احافظ على اللي بقى بجيبي لانه انا صفر باكر ما اعرف شو يصير يوصل 160 يوصل 200 وبالفعل دول هم اعداء الشعب دول اللي مسيطرين على الحكومة اللي موجودين بالحكومة عرفناها كل زين يعني من 2003 لحد الآن الناس خبرناهم عرفناهم ناس هم أعداء الشعب يعني كل اللي يردون يشتغلوا يعملون عليه هو تدمير الشعب العراقي. فما يهمهم يعني من رفع الدولار وخفض الدينار العراقي فهذه كلها هم المصالحهم والمصالح الدول اللي تدعمهم. فأما المواطن العراقي الشعب العراقي هذا عندهم يقول لك للقير لأنهم كل الزين عرفوا بالانتخابات الشعب رفضهم وبالأخص هم جماعة الإطار يعرفون كل الزين بأنه الشعب رفضهم وما لهم مقبولية بالشارع العراقي فجاي يعملون على تدمير هذا الشعب. فهم عندهم عداء بينهم وبين الشعب العراقي فإحنا ما نستغرب الأعمال اللي جاي يسوونها ضد المواطن العراقي. تحياتي لك. شكرا لك أخ عبد الرزاق. مشاهدينا الكرام ننتقل إلى ملفنا الثاني ونحكي به عن النازحين ومعاناتهم المستمرة بوقت الحكومة ناطيتهم بإذن الطرشة. غياب الرعاية الصحية عن مخيمات النزوح، عدم اكتراث الحكومة بالظروف الإنسانية اللي يعيشها المرضى بداخل مخيماتهم تعتبر كوارث إنسانية يروح بسببها الأطفال وكبار السن. ولما نعرف أنه بشكل عام بالعراق أكو معاناة أنه الدواء ما متوفر والمريض ما يقدر يروح مستشفى أو يقدر يزور طبيب خصوصا إذا كان ما عنده، فما بالك بنازح موجود بمخيم محصور بين أسيجة وقاعد بخيمة ما عنده عمل ما عنده مردود مادي وما يملك شيء
وما يقدر المريض هناك يتلقى العناية اللي يحتاجها. فلهذا نشوف بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع هواية ناشد بها أصحابها بس حتى يتم توفير العلاج. ومنها هاي المناشدة، الأم بنتها طفلة مصابة بسرطان العين وأكدت أنه بتها راح تتفاقم حالتها المرضية إذا ما توفر لها العلاج اللازم بأسرع وقت ممكن. خلونا نشوف. أنا أشيد كل خير وأخوتي إن شاء الله ما يقصرون، والله نازحين وفلوس ما عندي والظروف صعبة، وعندنا هاي البنية صار سرطان بعيني وراجعني وعجزنا، وهاي صار لنا 7 أشهر نركض به، والله كروة السيارة من الابن الهيثم يكلف وما عدنا، وشالوا عينها وهسه يريدوا يسوونها عملية عين، عملية تجميل 1,000,000 دينار وما عدنا لو دينار، وهاي هاي الخيمة اللي حج عليها جوا نايلون فوق نايلون. هذه حالة طفلة في مخيم النزوح. اللي هنا بهالفيديو اللي جاي نازح يتيم من أهالي جرف الصخر، اليتيم اللي وصانا به الدين الإسلامي الحنيف، اليتيم اللي شددت تعاليم الإسلام على إكرامه، واللي رب العالمين بأكثر من آية بالقرآن الكريم يبين بها حقوق اليتيم. لكن بالعراق اليتيم مأكول حقه ويا هاي الأحزاب والكتل السياسية. المهم هالنازح اليتيم يطالب أهل الخير أن يجمعوا له مبلغ من المال حتى يشتروا له بقطعة قاع صغيرة ويبنوا له بها بيت صغيروني العائلة اللي تنزح بقضاء عمرية الصمود. هذا البيت اللي يريده هو حتى يحميهم من برد الشتاء وحر الصيف، ورا ما يأس أنه يرجع البيت بجرف الصخر اللي خاضع إلى سيطرة الميليشيات الولائية اللي مو هو أكبر سياسي بالعراق ما يقدر يطبلها إذا مو الميليشيا توافق. خلونا نشوف. أنا المواطن رعد نازح في مخيمات العمرية في اللوجة في جيمز. أناشد أهل الغيرة، أناشد العراقيين، أناشد أهل الخير، أناشد أهل الأنبار، أناشد الشرفاء، أناشد كل غيور، أناشد كل شريف. أنا يتيم، أبوي توفى صار لأسبوعين، وعندي أخوة صغار وأم مريضة هم ماتين تعبانة. أناشدكم باسم الإنساني، هاي حالتنا نضيش، يعني حش السامع والله الدابة والله العظيم الدابة ما تعيش بالخير. وإحنا صار لنا 10 سنوات بلكت الله أطلب من الناس الخير يجمعوا لي مبلغ بس أشتري بيه قطعة بعمرية الفلوجة ويساعدوني بيها، يعني بثواب أهلكم بثواب موتاكم، يعني تجمعوا لي أنت والناس الخير تجمعوا لي على قطعة أرض وتبنوا لي إياها. والله العظيم تعبنا الله يشهد، لو حتى تشوفوني شغلاني شغلوني بيها بس أريد أعيش أهلي بالله عليكم أمانة الله. احنا صارينها 10 سنوات بالخيمة، لنا هذي جرف الصخر جنابي، صارينا 10 سنوات هنا بالمخيم تعبنا الله يشهد، تعبنا بالمطر والحر الله يشهد، صارنا البارحة مطرت علينا يعني حتى يعني ما عندنا مكان ننام به. أنا أشهدكم باسم الإنسانية، أنا أشهد كل العراقيين شرفاء إن يشوفونها يشوفوا لي قطعة أرض بناها بركة الله عسى الله يهديكم علينا بجاه حبيب محمد. هذا نازح يتيم. اليوم احنا بسنة 2023 ما صار لنا ايام من طبينا بهاي السنة، هذا الشيء يعني 9 سنوات من المعاناة المستمرة للنازحين اللي عايشين بمخيمات جوا خيم مشققة تعبانة مهرية ما عندهم ابسط اساسيات الحياة اليومية. ورا 9 سنوات بدت احلام العودة عندهم تتلاشى اكثر واكثر بسبب دمار مناطقهم، بسبب المشاكل الأمنية، بسبب المشاكل الاقتصادية، بسبب مشاكل ميليشياوية ومشاكل غيرها. خلونا نسمع مناشدة لسيدة من مخيمات النزوح بالأنبار، وشنو اللي تتمنى أن يتم توفيره إلها والعائلتها قبل أن نستعرض التغريدات على وسم هاشتاغ المخيمات مقبرة الأبرياء. السلام عليكم، بركة الناشد أهل الخير، الناس الطيبة، أهل المروة، أهل الرحم، من ضرور حالنا يدزونا الفيطات، صوبات نفطية، والله ما عدنا وقاعدين بهالبريد
والمطر نزلنا فرد نوب لا غطايين لا بطانيات لا شيء بركه الله ينظرون بحالنا على نفطات وصوبات والله ما عدنا موجهين خطيه الاطفال فطست من البريد والشياب ولا عدنا شايب ذاك خاتل باربع بطانيات مقبع وجاعد ما يقدر لا يطلع ولا شيء من البرد والسلام عليكم والله ينطيكم. بال 2023 والعالم ما وصلت له من تطور، بال 2023 العالم بمرتاح، بال 2023 من المفترض ان يكون بلد مثل العراق وما يملك العراق من خيرات ما موجوده بالمنطقه غيره ان يكون من اغنى شعوب العالم. هذا حال الناس عايشه بخيم وتتمنى صوبه او بطانيه او سقف في بلد من أغنى بلدان العالم لكن شعبه من أفقر شعوب العالم، بس بالمقابل أكو فلوس بالعراق وأكو واردات بالعراق عبرت الألف مليار دولار من واردات النفط، بس ما استغلوا شيء ثاني غير النفط، بس الفلوس تروح هدايا لبلوغرات فاشينيستا، تروح هدايا بجيوب السياسيين، قصور بالأميرات وغيرها وبغير دول العالم يشتروها، لكن النازح والنازحة واليتيم ما مهتمي له. عد السياسي حشاهم الذولة، السياسي هيك يقول طب مرض. خلونا نقرأ تعليقات لما الناس شافت هاي الفيديوهات. وأول تعليق موجود ويانا من أو أول تغريدة من تويتر بلال آل جبور يقول: أهلنا النازحين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، ينامون في العراء بينما يتمتع السياسيون الذين جعلوا من قضية النازحين دعاية انتخابية كاذبة. أي مسؤول عائلته تعيش تحت خيمة ولا يمتلكون وسيلة تدفئة في هذا البرد القارس، كفاكم التلاعب بأرواح الأبرياء، هاشتاغ المخيمات مقبرة الأبرياء. أحمد: اللي يطلع بالشارع ويتضايق من سوء حالها بسبب المطر خلي يتذكر معاناة إخوان النازحين، الشعور بالمسؤولية من أساسيات الأخوة في الوطن ومن مبادئ الإنسانية، هاشتاغ المخيمات مقبرة الأبرياء. شمس: بدت بالهاشتاغ المخيمات مقبرة الأبرياء، احفظوا كرامة الناس ورجعوهم لبيوتهم. ضحى: حسبنا الله ونعم الوكيل على السياسيين، هاشتاغ المخيمات مقبرة الأبرياء. كانت هاي التغريدات حول قضية معاناة النازحين في مخيمات النزوح ولمدة أكثر من 8 سنوات متواصلة و9 سنوات وما زال حالهم على ما هو إذا مو أسوأ. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل المحترم وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين. تحيا ودوم. أهلا وسهلا أستاذ أفل. إحنا نكتب على المراجع الشيعية ونكتب على كل من اللي قاتل اللي يقولون أنه داعش إجا وهذا يوصل لبغداد لولا الحشد أنه بغداد استحلها داعش وطبوا الدواعش لقتلوا العراقيين. طيب انتوا نهيتوا عن داعش والعبادي يعني عطى قرار وكده عطى بيان بانه داعش انتهى وداعش خلصوا عليه، فاحنا ليش ما نقول انه الدواعش اللي هم سببهم هي هاي الحكومه، هاي الحكومه سلطه الاحزاب اللي هي من 2003 ولحد الان. شنو ذنب النازحين اللي قاعدين بالخيام من 2014 ولحد الان؟ شنو قضية انه اهل الان وناسنا بالرمادي وفلوجة وجرف الصخر؟ كل هاي العالم اللي سببها اللي هو الحشد اللي خلى سجن اولادهم ولحد الان بالسجون ولحد الان اهاليتهم بالخيام بالبرد وبالصيف، اللي ما قدم اي رئيس وزراء او اي جهة من هاي الجهات او من المراجع اللي هم يتخذون بيها بانه الحشد مقدس والحشد بان دولة الحشد انه العراق اصبح احتل من داعش. طيب وين غيرتكم؟ وين حبكم الناسكم واهلكم اللي شرفكم اللي هو لحد الان اكثر من 8 سنين يعاني بالمخيمات؟ وين الغيره العراقيه اللي تقولون احنا غيرتنا على حبنا وناسنا واهلنا؟ وين غيرتكم ان تشوفون اطفال اللي محتاجين حليب، محتاجين غذاء، محتاجين دواء؟ وين غيرتكم على نسائنا اللي موجودات بالخيام؟ وين غيرتكم على رجال انه اعمارهم كبيره وسط بين فتره وفتره يموتون من اطفال من شباب من شيوخ من نساء؟ وينكم اللي هاي تدعون بالغيره وبالنخوه العراقيه وبالشهامه ولولا الحشد انه دخل بغداد؟ وين الغيره اللي عندكم اللي وصلت ابناء شعبكم اللي جاي يتدمر؟
احنا نحكي من رئيس وزراء، كل رئيس وزراء اللي يتخذ حكومته وسلطته هذا لو كان عنده غيرة على حبه وعلى شعبه وعلى أبناء وطنه، إنه الغيرة العراقية ما تجي إلا بقوة وطنية، بقوة عزيزية، عزيزة، يعني إنه يتحملها هذا رئيس الوزراء على حبه وناس أهله. لو كان عندهم غيرة إنه أهلهم وناس مو لحد الآن أكثر من 8 سنين هم بالعراء وبالصيف المتبهدلين، للأسف هذا دليل يثبت على حقد الحكومة وحقد الحشد على أبناء ناسنا وأهلنا. بس ما نقول غير كلمة الله، حسبنا الله ونعم الوكيل اللي سوى هيك بأهلنا وناسنا، ومهما كان ظلمهم عنده وما يروح، لابد أن يجي يوم ويتحاسبون علي المفسدين. وأنا أشكر قناتك وتحياتي لك. مشاهدينا الكرام، ظاهرة إطلاق الرصاص بشكل عشوائي زادت بآخر فترة بشكل كبير بالعراق، خصوصا بالأفراح والمناسبات. الحلو منها إن كان عرس أو غير مناسبة، والحزين منها إذا فقدوا إنسان عزيز عليهم، لأنه صار من النادر أنه تمر مناسبة بدون ما نسمع بها طلقات ورمي. حتى لما ينصبون مسؤول صار رمي بالأحاديات، وزير الدفاع شاهد على هالشيء، وزير التعليم العالي هم يعني. المهم توصل الأمور أنه يتم استخدام أسلحة متوسطة بهالرمي العشوائي، وعلى الرغم أن القانون العراقي عاقب على حمل السلاح من دون رخصة حيازة، بدون إجازة، وتوصل عقوبة مطلقي الرصاص الحي أو النار بالمناسبات إلى سجن 3 سنوات. لكن هالشي ما دا يمنع هالظاهرة لا دا تنتشر بشكل أكبر وأكبر، لأنه ماكو قانون بالعراق فعليا. البارحة مثلا المنتخب الوطني العراقي فاز على المنتخب السعودي ببطولة خليجي 25، الناس فرحت بالفوز واحتفلت، لكن اللي خرب الفرحة هو إطلاق النار بشكل مبالغ به، اللي خلى واحد من الناشطين يوجه رسالة لمطلقي النار يدعوهم بها أنه يحتفلون بطريقة أكثر حضارية. خلونا نشوفها. عذر ما تقولوا لي ماكو خجل، ماكو مفتحة، ماكو احترام للقانون ودولة القانون، ما تقولون حياة الناس، ما تقولون أكفوات الرعب، عوائل تخاف، ناس مرضى، ناس تنقتل، ناس تنجرح. أدري ترمون علي، من ليش ترمون؟ يعني تقدر تعبر عن فرحتك بغير طريقة، طريقة النشر، طريقة أي شيء، ولا هرمي هذا، عيب، استحوا، كافي. يعني فاز المنتخب، ألف مبروك لمنتخبنا، ونتمنى أنه ياخذ كاس، بس الرمي وحتى بالبيكيسيات وبالسلاح الثقيل وبهالليل، وتدخلون الرعب على قلوب الناس وتخوفون الأطفال، وجوز يصير جرحى قتلى، على شنو ترمون؟ ترمي على هذا الطين؟ ترمي على هذا الماي صاير لهنا؟ ترمي على الكهرباء الطافية؟ ترمي على الفساد المنتشر؟ علي من ترمي؟ ليش ترمي؟ ما تقدر تعبر عن فرحتك بغير طريق إلا الرمي، إلا أذية الناس، إلا تقتل الناس، إلا تخوف الناس، إلا تجرح ناس، إلا تقتل الناس، والله يعلم هسه روح شوفوا المستشفى كم حالة بي. يقول يمكن يصير بها إصابات أو قتلة. لا، أنا أكد لك يصير بها إصابات وقتلة، لأنه البندقة ما الطلقة اللي تطلع من الرشاشة أو المسدس أو المقذوف اللي يستخدم بالأحادي أو السلاح المتوسط والثقيل، هذا حديد، حديدة صغيرة هالكبرها أو هالكبرها، ما كان حجمها، تصعد ما راح تتبخر، توصل إلى مدى معين وخلص انتهى مفعولها كارتفاع أو انطلاق، لازم تفتر وتنزل النوب. من تنزل راح تنزل بروس الناس، تنزل بروس الناس، جت بأحد لا سمح الله، أو جت بصف أحد، أو أذت هواية عالم، الله اللي يعلم. وكلنا نتذكر قبل 2003 كانوا العراقيين ينامون بفوق السطح، وكانت تصير بعض الحالات، وكم حالة وحالة طلقة جت برأس أحد أو بدوشك نايم عليه بني آدم بالسطح. بحسب أرقام صدرت عن وزارة الدفاع، عن وزارة الصحة، تقول إنه إطلاق النار العشوائي بالمناسبات تسبب وقوع حالات تقريبا 60 ما بين قتيل 60 قتيل وعشرات الجرحى بمختلف المحافظات خلال العام 2022 اللي مضى. وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري أصدر تعليمات مشددة باعتقال مطلقي العيارات النارية ومحاسبة المسؤولين الأمنيين بالمناطق اللي يصير بها إطلاق نار إذا ما اتخذوا أي إجراء بحق أي واحد يطلق الرصاص الحي أو يقوم بإطلاق الرصاص باتجاه
بشكل عشوائي يعني. لكن العراقيين يوصفون هاي التعليمات هي محاولة دعائية لأنه حتى يظل بالمنصب بوسط استمرار إطلاق النار العشوائي اللي صار يقتحم المنازل ويروع المواطنين جوا بيوتهم، إضافة أنه يهدد أرواحهم. خلونا نشوف المقطع اللي صوره المواطنين من مدينة الصدر قبل أن نستعرض التعليقات. هاي طلقة زرفة الصوبة، هاي باوعيها، هاي الصوبة جايين جهال يتحمون وظرفتها منها. منين طلعت؟ طلعت من هذا المكان باوعيها، هذا المكان اللي في الشتاء شوف. وهاي الطلقة رحم الله والديكم مش عليكم الله ورسوله وانبيائه، لا حد يرمي، اقسم عليكم بحق محمد وآل محمد، بوعي هاي هالطلقة عمي، جهال جاي يتحمون والله فزع لهم واهل البيت والله نجاهم. يعني ناس دا تستخدم التدفئة مالتهم او الدفاية مالتهم توصلهم على غفلة طلقة، او ناس قاعدين ببيوتهم وفجأة توقع عليهم طلقة، او ناس قاعدين دا يتمشون بالسوق وفجأة وقعت طلقة جت برجل واحد، بايد واحد، بصدر واحد، بظهر واحد. مو مشكلة، لان هي ما تندل احد، هي ما تعرف احد، هي طايشة، بس العتب على من؟ على اللي هدها. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. اول تعليق من خالد الدلفي يقول: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل ظالم ادري، بس اريد اعرف هذا الرمي وين راح يوقع وش قد تروح ناس ابرياء. محمد عطا يقول: والله ماكو اي اجابة لهذا العمل، لا ينوصف بالهمجي ولا بالارهابي، عمل لا يرتقي لاي وصف، رذيل مليء تقوم به ثلة متحيونة لا تعرف الرصاصة ستخترق جمجمة من. صفاء السيد: هاي الطلقات لو سقطت على أحد الأشخاص وقتلته أو أصابته أو جعلته مشلول، شتواجه رب العالمين غدا؟ شنو الكلام اللي راح تقوله؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الله ينتقم من كل مجرم. أحمد أبو عبد الله الطائي: عليش أكو جيش وحكومة هناك ويستلمون راتب، وين الدولة؟ وين القائد العام؟ هذا الرمي كم طفل أصيب؟ كم عائلة تفقد أباها أو أحد أفرادها؟ حرام والله، ألا يوجد حل لهذه الظاهرة؟ بعد وين يوصل بينا الضعف؟ كانت هاي تعليقات الناس، سأل سؤال قال: بعد وين يوصل بينا الضعف؟ خويا أحمد، الفرس ينعرف من خيالها، وإذا حكومتك ضعيفة فمع الأسف، ومع الأسف حكومتنا ضعيفة. أكو جهتين، أكو أمريكا تتحكم بها والأرجنتين، وأنت قيس بعد. أبو أيسر من تركيا حياك الله. هذاك أستاذ، حياك الله أخوي. إحنا نعرف أن المناطق الجنوبية كلها السلاح منفلت بيها، لأن الجماعة يقول لك هي الحكومة حكومتنا، وماكو ثقافة اجتماعية بالنسبة للمواطن، وماكو قانون يردعهم، فيقول لك أنا بكيفي طالما السلاح منفلت أنا أشتغل بكيفي، أرمي أذي عالم، مو مشكلة. هاي هو مجرد على أساس يؤدي فرحة بالإطلاقات النارية، لأن ما عنده ثقافة اجتماعية. يخلي هسه محافظات أخرى مثل الأنبار أو نينوى يطلع أي مسدس يرمي بيه، يعتبره إرهابي بهذا الوقت. مناطق الجنوبية منفلتة عشائريا، منفلتة بكل شيء، يعني حتى أحاديات موجودة عند العشائر يقاومون بها واحد الله، لأن ماكو قانون يردعهم أستاذ. نعم، مأمنين أنه الحكومة حكومتهم، هيك يتوقعون، ماكو ثقافة أنه هاي حكومة عراقية تشمل الكل أو كذا، لا، عندهم يتصورون أنه هم يتحكمون بالبلد، مو القانون يتحكم بيهم. نعم نعم، شكرا شكرا لك ابو ايسر. ابو ايسر، اضافه الى من يجي للعمل بالحكومه او السلطه التنفيذيه ماذا يفتهم؟ او السلطات الثلاث كقضائيه تشريعيه تنفيذيه، هي رئاسه وزراء، رئاسه البرلمان، والقضاء، ماذا يفتهمون؟ ورئاسه الجمهوريه همين
أنه أكبر مشاكل السيادة بالعالم لما شعبك ما يحترمك، ولما أنت ما تحترم قانونك، لأنه أنت هنا عشان سامع دست السيادة باللي برجلك. فهم مدى يفتهمون، هم عبالهم السيادة بس لما جهة معينة تحكي أو تنفذ شيء معين حتى لو كان باتفاق، أما جهة ثانية هم متفقين وياها ويشترون منها كهرباء ويأخذون من عندها غاز ويدطوها دولار ودزلنا معجون طماطة بإيدز ودزلنا أكل فاسد. لا، هذا مو خرق للسيادة. هاي الجهة لما يجون زوار ويخترقون البوابات ويدفرون ويجون الجندي العراقي يمسح برجليه ويغسل له رجليه ويتسبح بالماء مال رجليه، هاي مو خرق للسيادة. لما يطبون بلاي فيز وبلاي أختام، هاي مو خرق للسيادة. بس لما نصير ما تعجبهم الأمور، هنا السيادة. بس أحب أقول لهم كل شيء ذي يصير بالعراق عدم احترام الشعب للحكومة هو خرق للسيادة، وهم عدم احترامهم لنفسهم هو خرق للسيادة. نروح إلى ملفنا الرابع بالحلقة اللي هو الخدمات أو البنية التحتية. العراقيين دي يواجهون أيام قاسية بالشتاء، مثلا البارحة واجهوا يوم جدا شديد بسبب الأمطار أو موجة الأمطار اللي اجتاحت هواية من المحافظات خصوصا البصرة. اللي يفترض أن البصرة دا تستقبل بطولة خليجي 25، بطولة الخليج العربي غصبا عن إيران، المهم، ومستعدة بشكل كامل أنه هاي البطولة والناس راح تعيش أحلى أيامها وقاعدة البصرة بأفضل ما يمكن، لكن تسببت الأمطار بغرق هواية من الشوارع أمام أنظار أشقائنا العرب، خصوصا مرأب المدينة أو جراج المدينة الرئيسي واللي هو جراج بغداد. أظهرت صور من هناك تجمع مياه الأمطار وانتقاد المواطنين لهاي الحالة، وسط تجاهل وزارة النقل وهيئة النقل العامة للأمر اللي دي يصير هناك. جراج بغداد من البصرة هيئاته. حاليا هذا جراج بغداد الرئيسي الموحد في محافظة البصرة، الجراج الوحيد اللي عندنا يروح كل المحافظات، بغداد، نجف، كربلاء، حلة، سماوة، ديوانية وكل المحافظات. لكن شوفوا الوضع مالته معقولة؟ المحافظات من تجي ضيوفنا شو يقولون علينا؟ بس قلوا لي لابد من متابعة وزارة الجراج. ما معقولة يعني وزارة النقل اكو جراج هيك بالمحافظات لو بس البصرة. شوف الجراج شو شكله، الوضع مالته تعبان. شوف الماي، يعني ما اعرف اكو هيك. والله دا يعجبني التطور اللي دا يصير بالعراق، يعني تطور حكومة الإطار بشكل كبير جدا، بحيث اكو تكنولوجيا عند حكومة الإطار ما موجودة بأي بلد بالعالم. الجراجات بها سيارات أو باصات أو أي وسيلة نقل تطلع من هاي الجراج وتروح إلى المحافظات الثانية. بس بجراج بغداد هو جاب لكم البندقية من إيطاليا من فينيسيا وحط لكم إياها بالبصرة. ليش زعلانين؟ من البصرة نروح لديالة. اشتكوا المواطنين من وجود تخسفات بجسر ديالة الجديد اللي انفتح له مصار لكم يوم واللي يربط 7 قرى واللي افتتح بشكل نهائي قبل أيام أو قبل فترة بسيطة، وراء موجة الأمطار الأخيرة والفساد اللي صار أثناء عملية البناء، بحيث أول مطرة صارت على هالجسر صار حالة مثل ما راح تشوفون. جسر ديالة تأسس سنة 22 وإحنا بال23 وباعوا أستاذ ديروا بالكم شباب. هنا اللي يطيح بجسر ديالة كله برقوطي ماي مجاري. هذا قبل سنة شرفكم، هذا لو أنا أسويه مو أفضل من هذا التصريح. جسر ديالة يعني وين اللي يهمه الأمر؟ وين الطرق والجسور؟ وين رئيس الوزراء؟ تعرفون شنو اللي ضحك بالفيديو؟ الجسر القديم ده يمشي والجسر الجديد خاسف. مهم، وراء ما تم تداول الصور لهذا الفيديو أو صور إلى جسر للمشاة متهالك اللي يربط ناحية جديدة الشط بالجهة الثانية من نار دجلة وهي الجزرة، واللي ما يصلح للاستخدام واللي عرضناه بحلقة البارحة من برنامج صوتكم، أصدرت مديرية الطرق والجسور بديالة بيان حول هالشي وأكدت به أنه طواقمها الهندسية من سنة تقريبا سوت كشف على نصب جسر جديد بديل عن هذا الجسر المتهالك.
لكن الأهالي اعترضوا على هذا الشيء لأنه موقع الجسر الجديد يعتبر راح يكون موقع للسباحة بالشط اللي راح يجف طبعاً، وبالتالي راح يضر العوائل ما دفعها أن يتم تحويل موقع الجسر إلى مكان ثاني بعد 300 متر شمرة عصا، فلهالسبب 300 متر بعيدة من بنى الجسر الجديد قبل أن يستقبل الناس والمغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا البيان بسيل من السخرية. خلونا نشوف لقطات من الجسر، وراها نستعرض التعليقات اللي سخرت على إعلام مديرية الطرق والجسور. والله هذا حال جسر، يعني الأهالي قاعدين بجديدة الشط والجزرة ما يحتاج تتعبون نفسكم، لأن إدارة الطرق والجسور ما راح تسوي لكم جسر جديد، دوروا لكم شيلمانات اثنين أطوال وكم شيشين حديد منا وشيشين حديد منا وحبال اثنين وأنتوا نصبوهن أحسن لكم، يعني مستحيل ينحل هذا الأمر. الناس لما شافت هذه الفيديوهات ولما سمعت البيان وقرأتها علقت على هذا الموضوع، وأحمد السيد قال أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا طفل وقع بالمي خطيته برقبة منه، ولو ماكو رحمة بقلب أحد وحسبي الله ونعم الوكيل. ظاهر محسن يقول لعنة الله على كل ظالم ومتسلط، عذركم أقبح من عملكم، تستهينون بأرواح الأهالي والعوائل حتى ترتبون فضائح عملكم المشبوه 100%. ظاهر محسن والله مخافة الله ما ظلت، والاستهانة بأرواح الأهالي المعنية بالجسر أكبر جرم يرتكب بحقهم. وأم كيان تقول أول شيء الجسر يبعد عن الجزرة كيلومتر مو 300 متر، وثاني شيء عوائل وبيوت وموظفين ومدارس كلها تعبر من جسر مكسور، بسبب نرجع ونقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. ما حد يحكي بضمير خطية الجهال برقبتكم. يعني الناس هنا تقول البيان كذاب ودائرة الطرق كذابة، مو 300 متر لأن 300 متر هياتها، لا نخلي 1000 متر، أكو فرق بالحسابات. يمكن مهندس المواقع عندهم شوية ضعيف بالرياضيات يحتاج لتقوية. عندنا صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. عليكم أستاذ أفل. محافظة البصرة أم الخير أم النفط واللي بيها منتجات خزين النفط كلها للعراق، وارداتنا كلها أغلبها من البصرة، يعني مع الأسف هيك تعاني، وأهلها الطيبين ناسها الطيبين، وشفناهم بكأس الخليج شلون استقبلوا من الناس العرب وشلون هلم بيهم والكرم، ونقلم صورة بيضاء للعراق عن طريق أهالي البصرة فقط. أما الحكومة المحلية المتمثلة بأسعد العيداني المدعوم من إيران مباشرة، هاي الأموال اللي مسكها أسعد العيداني، هاي الميزانيات الخرافية السنوات الماضية سوى بيه، لا سوى جسر لا سوى مجاري براسها خير، حتى الملعب شفنا احنا مياه الأمطار المفروض تتسرب إلى مجاري خاصة للملعب في سبيل ما تصير هيك مياه بيه، تصير عن طريق طبقات للملعب. إذا الملعب اللي بنيتوه جديد على مواصفات عالية هيك بيه فساد وبي صار مسبح صار مسبح صار مسبح. الشوارع البصرة شلون تعاني هسه؟ لا لا الصباح اكو مشكلة اهم، هم ذبحونا انه تبيض وجه العراق امام اشقائه العرب، اظهار العراق على افضل وجه، اظهار العراق مرتاح وما باي مشاكل. زين هسه الخليج اللي طب ان كان من اي دولة من دول الخليج العربي هم اخواننا، من طب وشاف الحال ملعب غرقان، شوارع غرقانة، قراجات كلها مي، من يطلع شو يقول العراق تمطر الدنيا يغرق؟ والله الحكومة المحلية في البصرة كلها سلبيات، لكن الإيجابيات هي بالمجتمع البصري،
يعني استقبالهم للأهالي وللعرب وللجماهير العربية هو هذا استقبال مشرف من قبل العشائر والمواطنين. أما لا للحكومة لا المحلية أسعد العيداني والشلة الميليشياوية مالت اللي تحميه بالمحافظة ومجلس المحافظة لا الحرامية اللي عليهم أكثر من 1000 ملف فساد يعني مشاريع كبيرة ما حد حاسبهم ما حد يقدر يحاسبهم لا قضاء ولا قانون لأن أسعد العيداني ميليشياوي ولائي ما حد يقدر يحاسبه فشوف لا الخدمات متردية بالبصرة يعني ماكو أي خدمات وأي تطور لهم. المفروض هذا الخليجي كانوا يعدون إلى يعدون الشوارع والمجاري ويعدون الحدائق والفنادق والمطاعم في سبيل نطلع بالوجه الأبيض لكن وجوه الحكومة تظل سودة يعني هذول مو مال إنجازات ما عندهم أي إنجاز يذكر لهم. شكرا شكرا لك أخ صباح. الإعلان المتكرر عن تعطيل الدوام بسبب الأمطار الأخيرة رجع الحديث عن تأثير العطل على الاقتصاد العراقي وإنتاجية الفرد بالمجتمع أبضل هروب الحكومة من مسؤولياتها عبر إعلان العطلة دون وضع حلول جذرية لمثل هاي الظواهر البيئية المتفاقمة. العطلة الرسمية تكبل واللي تفرضها الظروف الخاصة خصوصا المناخية منها تكبد خزينة العراق خسائر مالية بملايين الدولارات عن كل يوم عطلة. خبراء اقتصاديين يقولون هذا الشيء. حتى تعرفون تفاصيل أكثر خلونا نشوفكم تقرير الانفوغرافيك اللي أعده لنا قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين. تفضل. كان هذا التقرير عن العطل الرسمية. الكل يعرف أنه إيران اعترضت. ليش سموا بطولة الخليج العربي باسم الخليج العربي؟ ما أعرف ليش سموها لكن وهذا اسمها. من قالوا بلا مو العراق اختارها ولا الفيفا اختارها بس هم ليش اعترضوا ما يدرون. وقالوا أنه احنا أخذنا اتخاذ إجراءات لازمة بحق وزارة الخارجية وراء تسمية البطولة باسم الخليج العربي عوضا عن الفارسي. مصرين إلا الفارسي لا حين ما أدري ليش. موقف وزارة الخارجية إجا وراء ساعات من إدانة أعضاء البرلمان الإيراني استخدام عبارة الخليج العربي ببطولة الخليج العربي 25 بالبصرة وطالبوا حكومة السوداني أن تعتذر على الرغم من أنه الأخير لما ألقى كلمته ما استخدم هذه العبارة أصلاً وردوا على هاي النبرة الاستغلالية ومحاولات تزوير التاريخ من قبل إيران. لذلك دعوا الناشطين على هاشتاغ قاطعوا المنتجات الإيرانية بحصار نظام المرشد الإيراني علي خامنة اقتصاديا. خلونا نقرأ التغريدات. عبيدة يقول الظاهرنا مطالبين بوطن فقمعونا بميليشياتهم صارت بطولة الخليج اعترضوا لأن ما يردون العراق يتقدم قطعا إنهم لا يريدون الخير أبدا للعراق وصار لازم نقاطعهم ونعيد الحملة هاشتاغ قاطع المنتجات الإيرانية. نور الناصري تقول كل من يشتري منتجا إيرانيا فهو يدفع بذلك ثمن الرصاص الذي تقتل بها إيران من عصبة الشر. الشعوب هي قوة الأوطان ومصدر السلطة والقرار وإذا كانت القرارات الشجاعة والتاريخية هي من تعلي أمجاد الأوطان فإذا مواقف الشعوب وتضحياتها الصادقة هي من تبني الأوطان. هاشتاغ قاطع المنتجات الإيرانية. سيف الدين المهنة من تسبب بالخراب
وقطع الكهرباء والغاز والماء على العراق في أصعب الظروف لا يستحق الدعم، واجب وطني، هاشتاغ قاطعوا المنتجات الإيرانية. مايكل أنتون يقول حملة كبرى لمقاطعة المنتجات الإيرانية، يرجى إرسالها لجميع أهلكم وأصدقائكم وأقاربكم في العراق وخارجه، هاشتاغ قاطعوا المنتجات الإيرانية. مشاهدينا الكرام، بعد أن اعترضت إيران على تسمية بطولة الخليج العربي في محافظة البصرة، هاي البطولة اللي من أول يوم تأسست به إلى حد هاي اللحظة اسمها بطولة الخليج أو بطولة الخليج العربي. الخليج العربي اللي قلت بحلقة سابقة طلعت بها برنامج صوتكم، الخليج العربي عليه أكثر من ساحل، إيران تملك ساحل مقداره 2440 كيلومتر، لكن أكو 6 دول، العراق، الكويت، السعودية، البحرين، الإمارات، قطر، عمان، 7 دول عندها سواحل، سواحل هاي الدول 3570، ما يعادل العراق أكثر من إيران بألف وخمس، عفواً الشواطئ العربية والسواحل العربية أكثر بألف وخمسين كيلومتر عن إيران، لكن إيران تريد تعبر 7 دول وتسميه خليج فارسي لأنه هي بحدها قدام 7، بس هذول 7 راحوا منهم 4، وراح أكو جيش كان حامل بوابة الشرقية فما كانت تقدر تتنفس. أما اليوم حكومتنا ناطئتهم المجال. مشاهدينا الكرام، مشاكل العراق هواية، وأهم مشكلة بالعراق أنه إحنا عندنا مجموعة يسمون نفسهم سياسيين لا يفتهمون بالسياسة ولا يفتهمون يمشون أمور الناس، لكن مسيطرين على رقاب الناس بميليشيات تدعمها إيران بفلوس تجي من برا، هذا كله دا يصير بالعراق. لكن الكلمة الأخيرة بديكم أنتم وبديهم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.